الحقيقه من ما في بقى غير البويضه الشرقي، حتى هربوا من البويضه الشرقي على سلسله جبال قلمون. قواتنا الباسله تلاحق الارهابيين في البويضه الشرقيه اخر معاقل الارهابيين في القصير وريفها. لافروف: موقف الدول الغربية تجاه ما يجري في القصير منافق، والجيش يواجه آلاف المسلحين من جنسيات متعددة. القوات العراقية تبدأ حملة على معاقل إرهابيي القاعدة في سلسلة جبال حمرين وتسيطر على خط إمدادهم بالأسلحة. الحراك التركي المتواصل ينهي أسبوعه الأول منهيا معه أحلام أردوغان بالعودة إلى عتمنة الدولة. مساء